انتوا طيبين. 59 سنه من ضمن جرائر التلفزيون، بتكلم على التلفزيون مش مبنى ماسبيرو، بتكلم على التلفزيون 59 سنه كانت احد فضائح الاعلام تحريضه على الجزائر. التلفزيون المصري اللي الحقيقه تم استغلاله من قبل القوى السياسيه عشان يبقى حاجه عظيمه جدا، تم استغلاله ايضا لكراهيه شعب ودوله الجزائر. اسمعوا كده التحريض على الجزائر. اي حد مسؤول اسمعوا كده التحريض على الجزائر. اي حد مسؤول يعمل معانا مداخله نشوف ايه اللي بيحصل في الان. استنجد بيك يا عم. يا محمد احنا معاك طول الليل ما تخافش. احنا معاك لغايه ما تخرجوا وتركبوا الاتوبيسات وتروحوا المطار. ممكن يتقتلوا نص ساعه. ما حد لا لا محدش هيقدر يمس دم واحد. ارجو ارجو تداخل سريع. ارجو تداخل سريع. أرجو تدخل سريع. ولادنا في السودان بيموتوا من الجمهور الجزائري. الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم. ما كفاهمش اللي حصل في الجزائر. أرجوكم وإلا نناشد الجمهور يقتل الجزائريين اللي موجودين في مصر. نخرج على الجزائريين اللي موجودين في مصر. عندنا جزائريين في مصر. نروح لهم نموتهم. أنا ضد الجزائر في أي مباراة هتلعبها لو هيلعبوها مع سلة. ده شعب نقيض. شعب قليل الأدب. إن مصر اللي علمتهم، مصر اللي أكلتهم، مصر اللي شربتهم، مصر اللي خلتهم يعرفوا ينطقوا. أحد كتاب النهاردة الحقيقة كاتب مقال بدايته صديقي بيقول لي إنه مش هتبطل بقى تشجع الجزائر وتقف جنبهم. قال له ليه يا معلم؟ واحد من كتاب النهاردة قال له كده بالظبط، كاتب كده في المقالة، قال له مش كفاية بقى الجزائر ومش الجزائر واللي عملوه فينا؟ شوف التلفزيون المصري الشاشات الخاصة والحكومية نجحت إزاي في إنك تكرهك في شعب هو شقيقك في اللغة والدين والتاريخ.